برضه اقول لك ازاي تاكل السماش برجر ده كله ما يكلفكش الا 25 جنيه بالظبط. ايوه فعلا انت سمعت صح، السماش برجر ده كله مش هيكلفك الا 25 جنيه بالظبط. هتقول لي فين؟ اقول لك تعالى نعمله. طب يا جماعه انا عارف ان انتوا مش مصدقين ان ساندوتش السماش برجر ده اقسم بالله 25 جنيه. انا بس عايز اقول لكم حاجه بسيطه، بس ده عباره عن لحمه جبنه كريمي بس. الناس بس اللي مش مصدقه، مكوناته بسيطه قوي اصلا. انا مش عارف ايه اللي بيخليك مش مصدق ان هو ب 25 جنيه. هو يعني عشان بيتباع ب 85 جنيه ب 100 جنيه بره، فعشان كده مش مصدق ان انا عامله ب 25 جنيه بس. عايز اقول لك على حاجه كمان، ان طعمه احسن من اللي بيتباع بره. انا ما رضيتش ابدع فيه بقى وادلع الساندوتش عشان انا عايزك توفر. طب نشوف الطريقه. عايزك بقى يا غالي تحسبها معايا بالسحتوت. لحمه مفرومه طبق، وهتصلي على النبي وهتعمل لي اللحمه المفرومه دي كور شبه كده. هتكور بقى الكميه اللي عندك بالشكل ده، ولو بتستخدم ميزان ممكن تخليها 70 جرام او 100 جرام لحد ما هتطلع معاك بالشكل ده. بعدها نجيبه عيش كايزر، واهم حاجه يكون فريش، وده سيره عامل 2 جنيه. وهتقطع العيش الكايزر بالنص كده عشان نعرف نديله الكراست. خلي العيش الكايزر يا غالي طبقتين شبه كده، وبعدها بقى تنزل بالعيش في الجريل، بس قبلها تكون حاطط زيت على الجريل وما تشيلوش غير وهو بالشكل ده. ننزل بقى بقيه العيش، واهم حاجه تتاكد ان الوش بتاعه اخد طبقه عشان دي بتفرق في الطعم قوي. على نفس الجريل بتاعك هتنزل بربع كوبايه زيت مع اللحمه اللي قورتها او السماش، وبعدها هتضغط عليها بالشكل ده، وهتجيب بقى اي حاجه من عندك. انا جبت الحله دي، وهتفضل بقى تدوس عليها عشان تعرف تبططها وتطلع سماش برجر مستويه كويس. بعدها بقى هتنزل بالمتبلات بتاعتك، وهنا نزلت بكمون، ملح، فلفل، بابريكا، السبع بهارات. على فكره انت ممكن تحط ملح فلفل بس. وبعدها بقى لما تحس ان هي استوت تقدر تقلبها على الجنب التاني، وهتنزل بقى بنفس التتبيله اللي انت نزلت بيها في الطبقه الاولى، وهتغطي عليها بالشكل ده عشان تستوي اسهل. وبعد كده بقى بقلبها على الجنب التاني، بتاكد بقى ان هي استوت من ناحيتين وبشيلها. هتنزل بقى بربع كوبايه زيت تاني في كل سماش هتعمله. وهنا الحله اللي كنت بجبس بيها اتكسرت واتلسعت في ايدي، وكل ده بسبب ان انا غطيت على الحله. وعشان ما يحصلش معاك شبه ما حصل معايا ده، اقعد غطي الحله وانت بتكبس السماش. وبعدها بقى هتجيب عيش الكايزر اللي عملناه والجبنه الكريمي. ولو عايز طريقه الجبنه الكريمي اللي بتتباع في المطاعم بالظبط، اكتب لي تحت في الكومنتات واعملها لكم الفيديو اللي جاي. مهم قوي الجبنه الكريمي دي، لان دي يعتبر بديله الشيدر. بعد ما عملنا اول طبق بالجبنه الكريمي، هننزل بالبرجر، وبعد كده فوقيه تاني جبنه كريمي. وبعدها بقى هتنزل بالسلطات اللي تحبها. انا هنا نزلت بطماطم لان احنا عايزين نوفر. وبعدها بقى هتنزل بطبقه البرجر الثانيه، وبعدها بقى هتقفل بيهم بالعيش. شايفين شكله عامل ازاي؟ خطير خطير بمعنى الكلمه. تعالوا بقى نجربه ونشوف طعمه عامل ازاي. البرجر عامل ازاي؟ تعالوا بقى ندوق ونشوف طعمه عامل ازاي. بسم الله. انا هنا بقى كنت متحمس قوي ان اجرب السماش برجر ده واشوف طعمه عامل ازاي، لان انا كان بقالي بتاع ساعه ونص اصلا عمال بعمل فيه. طعمه جامد قوي. انا هنا كنت مصدوم بمعنى الكلمه، ما كنتش متخيل ان طعمه هيطلع جامد قوي بالشكل ده. طعمه جامد قوي، انا مصدوم. ازاي انا عملته كده؟ خطير. انا هنا كنت بشك في قدراتي. شايف البرجر جوسي ازاي؟ وطلع البرجر جامد جمدان. شايف رياكشن وشي عامل ازاي؟ وهنا بقى اتقال لي انت يا جو بتعمل عظمه. بص يا جماعه اتلسعت اصلا. تعالوا بقى نحلوا. ايش الكايزر؟ زبده الفول السوداني اللي عملتها في الفيديو اللي فات. ما شافش الفيديو بتاع ازاي تعمل زبده الفول السوداني يرجع. لقيت يكفي بس يعني. العيش ده جامد قوي. طلعت يا جماعه بعمل عظمه. انا اللي انا بعمله ده بفتح لي مطعم. بجد يا جماعه السماش برجر طلع عظمه.